السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أنا معكم أسامة جلال، مدرب ومحاضر وليف كوتش ومستشار نفسي وأسري. في الحقيقة ما كنتش ناوي أعمل فيديوهات تاني عن المدعو دكتور أحمد عمارة، بسبب إن في كتير ناس عملوا يعني قرار إزالة، عملت لايف حوالي 5 ساعات جابت فيه كل بتوع الطاقة التائبين اللي اتكلموا وكشفوا ألاعيب وبلاوي موضوع الطاقة الحيوية، واللي كنا بنقوله قبل كده وقالوا غيرنا ناس اتأكد فعلا من ناس من قلب تخصص نفسه ودرسينه وتابوا الحمد لله رب العالمين. وبرضو قناة الدكتور سندس عبد الحليم والدكتور هيثم طلعت وقناة نوريه بلا ظلمات وأحمد الدعلوش قناة السبيل، حقيقة في قناة كتير اتكلمت. لكن المدعو دكتور أحمد عمارة بينتقل من مرحلة انه يسحر الناس الى مرحلة تعليم السحر. هقول لكم ازاي، اصبر بس. دكتور احمد عمارة ما هو الا ساحر شيك باسلوب حلو. لو سمعتوا فيلم اعتقد اسمه البيضة والحجر بتاع احمد زكي، واحمد زكي كان بيلبس بدلة وجرافطة وبروح يعمل شوية الخزعبلات بتوعه باسم الايه الكرامات والسحر والطاقة ومش عارف ايه، وهو كان بيقول الناس مغفلة وبتحب تصدق الكلام دوت، بيتقال لهم بشكل حلو. دكتور احمد عمارة خلط ما بين الـ 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 الكلام الطيب وعلم النفس والتحفيزي والعلم النفس الإيجابي، خلط بينه، وده اللي احنا خلانا كلنا نحب الدكتور أحمد عمارة ونقتنع بيه، وبيعالج عندنا حاجات يعني أزمات عندنا، مطبات ندبات حبيناه. أسلوبه حلو وكلام حلو، ده معلوش غبار، ده حمادة. أنا بتكلم على حمادة تاني خالص يا جماعة، ما تخلطوش لو سمحتوا ما بين حمادة ده وبين بسطويسي دوت. دكتور أحمد عمارة بيؤمن بعقيدة وحدة الوجود البوذية التي تقول أنت الإله والإله أنت، أنت الكون والكون أنت، أنت الكل والكل أنت. ودي معناها إيه؟ معناها أن أنت المتحكم في مصيرك وأنت المتحكم في قدرك، وأنت تقول للشيء يكون فيكون لو ارتفع وعيك بدرجات معينة. عشان كده هتلاقوا في فيديوهات دايما بيقول لك إيه؟ مش مرحلة دي أقولها دلوقتي، بقولها في كورساتي. ليه؟ لأنه للأسف وأنا بقولها، الدكتور عمارة بيعلن في محاضراته العلنية شيء وفيديوهاته شيء، واللي بيديه في الكورسات التانية وتقنية بقى التدريب شيء تاني. فالفيديو لو بخصوص ان دكتور المدعو الدكتور احمد عمارة، عشان في ناس بتزعل لما بقول الدكتور، امهمش والله لو معاه 100 دكتوراه من اعلى جامعات العالم، ما هو نفس رأيي فيه واحد، انا مش بقيم الدكتوراه بتاعته، انا بقيم الكلام اللي بيقوله. فالمدعو الدكتور احمد عمارة انتقل من مرحلة انه كان بيسحر الناس ويديهم حاجات تسمح للجن، والكلام دقيق جدا يا جماعة، واسألوا الناس، انا بيجي والله 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 بيجي لي رسائل عن ناس تلبست بالجن والحدت ومرضت وتعبت ويعني رسائل فوق ما تتخيلوا، اللي هو بيتهم الشيوخ ان هم بسبب الالحاد، هو اللي بيسبب الالحاد، لانه بيبدا بالشك وبعدين يبدا يزهدك بقى ايه، الله الله ده حاجه كيوت خالص وجميله خالص وطعمه خالص ما بيأذيش خالص خالص خالص، والنبي صلى الله عليه وسلم جميل بس الكلام العليه مكذوب، فيبدا يشككك في الاول في العلماء وبعدين في العلم وبعدين في النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يشككك في الاله. انا الفتره اللي فاتت ديت جالي استشارات من ناس ملحده لا ديني، منهم واحده متجوزه شخص مش هقدر اقول وظيفته ايه ان عشان ما يتعرفش، بتقول لي يعني هي محجبه عشان مش عارفه تعلن ومخلفه اولاد كبار، بتقول لي انا لا دينيه بقى لي فتره ما حدش يعرف عشان درست علوم الطاقه، وبدات تقول لي مش عارفه هو الشيطان، ما فيش حاجه اسمها الشيطان وما فيش حاجه اسمها ربنا، مش عارف موجود ولا مش موجود القران، ويا عيني مدمره، ربنا يا رب يهدينا ويهديها. ده بسبب احمد عمارة وبتوع الطاقة. احمد عمارة بقى الفترة اللي جاية اعلن انه هينزل كورس تعليم السحر. طبعا مش هيسميه تعليم السحر، بس هو في الحقيقة تعليم السحر. ويقولك اول كورس هعمله عملي، عملي لانه هيعلم الصحراء، دي مهارة. احنا في التدريب عندنا في فرق بين المعلم والمدرب والمحاضر. المعلم بيعلم بيديك يقول العلم، وانت المحاضر يديهولك ويغير قناعاته ويغير تفكيره ويديهولك باسلوب كويس، المدرب بقى يدي علم باسلوب كويس ويغير قناعات ويكسبك المهاره. يعني انا بعلمك الايه، مش انا مش كليه هندسه اعلمك ميكانيكا، احنا في ورشه الميكانيكا هنعلمك تبقى تمسك الموتور وتفكه. فاحمد عمارة هيبدا ينزل دلوقتي عشان يكون صحراء جدد يقدروا يمارسوا السحر، مش كده؟ هو هينزل بنفسه ويعلم بنفسه، وقال له مفيش بقى نظري، لازم تكون واخد الحاجات دي قبل كده
عشان نيجي نكمل عليها على طول، ألاقيك جاهز على طول، ألاقيك ناوي تبيع على طول. وللأسف المسلمين عندما ضعفت عقائدهم، بعض المسلمين عندما ضعفت العقيدة عندهم مش فاهمين يعني ايه ايمان اصلا، هم مؤمنين وخلاص، فأي حد جه هزهم اتهزم. انا مش بقول لك ما تكفرش، انت حر، ربنا سبحانه وتعالى اداك فرصة، عايز تؤمن تؤمن وتكفر تكفر وتتحمل المسؤولية. المشكلة ان انت لا انت عارف انت امنت ليه، ولا انت عارف انت كفرت والحدت ليه، ولا انت ده في بعضهم مش عارف انه الحد اصلا وكفر، ما يعرفش. فالدكتور احمد عمارة الفترة اللي جاية دي تخلي بالكم حظوا الناس بيعمل كورس لتعليم السحر، تعليم علم الطاقة اللي هو السحر بالشكل الكيوت الجميل العصري، ماشي، وهم عارفين الكلام دوت واتصالهم بالجن، والجن بيتحكم فيهم. وقريبا، وانا بقول لكم قريبا واحفظوه عني، دكتور احمد عمارة هيبدا ينقلب السحر عليه، والجن يبدا ينقلب عليه ويبدل له حياته من حياة جيدة الى حياة سيئة. تاني، دكتور احمد عمارة كده خد فترة مع الجن طويلة، الجن بيديك بعض المعلومات ويديك شوية هبدات ويديك بعض التشجيعات كده وتريكات، زي ما يكون تاجر مخدرات بيديك شحنة شمة اتنين تلاتة، وبعدين يحولك لتاجر، بقيت تاجر غني. ما في اللي بيتدربوا طاقة دول الزباين، لكن مدربين الطاقة دول تجار مخدرات، دول تجار طاقة، حسب بقى ليه، حسب حجمه هو بتاع حارة ديلر على ايه بالظبط. الدكتور احمد عمارة بقى وصل لمرحلة انه هيكبروه كمان سنة ويفرقعوه، هينقلب السحر على السحر، يقلب بمرض ويفقر ونكد وغم. ده كله لازم يحصل لانه ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني الاول بيستعيذوا بهم يعني بيستعينوا بهم، ماشي، فزادوهم رهقا يعني إرهاق وتعب ومشقة وغم ونكد وضنك. ففي البداية تبقى العملية سكينة في الحلاوة، وبعد كده تقلب يا باشا. فاحذروا وحذروا الناس، الكورس اللي أحمد عمارة بيعمله اللي جاي هو كورس تعليم تقنيات السحر وصناعة الساحر السفلي بشكل جميل، ظاهره مؤمن وداخله الحاد وكفر بالله تماما. يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. وطبعا هيقول له لو انت جاي بقى خلي بالك عشان هكسر لك كل العقائد، الافكار القديمه والافكار، فانت هتحس بالاهتزاز. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. يعني ايه؟ يعني خلي بالك احنا الطبيب بتاعنا صعب، الطبيب بتاعنا قوي، احنا الطبيب بتاعنا هيكسر لك كل المعتقدات القديمه، فهتحس بتعب وارهاق، فانت لو مش هتقدر ما تكملش. اوعى، عشان احنا طريقنا بس الحقيقه، بعدها هتبقى فوق. والحقيقه ان هو بيسلموا الناس لابليس، وبعدين يسلموهم للمسيخ الدجال. دكتور احمد عمارة، انت لا تجرؤ على مناظره الدكتور عبد الله رشدي علنا، ان كنت تجرؤ اطلع ادعوه قول له يا دكتور عبد الله انا عايز اعمل معاك مناظره علنيه ونشوف، حجه بحجه وعلم بعلم ومنطق بمنطق وعلم بعلم، ونشوف مين اللي هينتصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.